انا حمار. طب انت كان، طب انت طارق. الغباوه دي يا وحشي يابا، يا عظم اللي مفشفش ومكسر، يا عيلة واطية وعاملين لي فيها ولاد ناس. خلاص اتخرسي، دي كانت جوازة سودة. خلاص بقى، انا دماغي اتخضعت ودي وجعتني والتلج كمان خلص. قومي يا بت، قومي يا بت، انا عظم مفشفش. حرام عليكي، حرام عليكي. انت مش كفاية ما تصورتش بالفستان؟ ما تصورتش ايه؟ احنا في ايه ولا في ايه؟ صبرني يا رب. هو كان في مشاكل قبل كده مع اهل العروسه؟ علاواطيه وبنت على حقيقتها. طب كان زمان عزمنا، لولا الكبطان زغر لنا بعينيه كنا قلبناها دلمة. بس احنا امنناكوا لحد ما طلعتوا نضاف. يا اخويا، من ناحيه امنتونا اهو واضح، امنتونا على الاخر. احنا بقى هنا النهارده، انا مش قادره اروح خالص. نبعت ايه؟ لا انا اتشقمت من ام الاوتيل ده، وبعدين كمان البنت هنادي لوحدها في البيت. يلا نقوم نروح. يوه، قلتلك هنروح يعني هنروح. بس اما نطمن العمر الاول ونشوفه راح فين. ده كمان يعني هيكون راح فين؟ تلاقيه روح نام اصلا. تحب ندور عليه لحد ما نلاقيه؟ ما تسيبوه، مش يمكن راح يفك عن روحه شويه بعد اللي حصل. بس يا أبلة، اخوكي ده طلع ذكر، لبى البنت حته كف تولها. ازيك يا معلم؟ مراتي يا نيس. شاطر. شفته من البعيد ماشي وحيد، سعر بعيني يعطي الوعيد. مش عارف ايه اللي بيحصل لي ده. شدينا الكاس وارمي على ظهرك وانسى. ما بلاش جو الافلام القديمه اللي انت عايش فيه ده. ومالها الافلام القديمه؟ على الاقل ناس غير الناس اللي موجودين دلوقتي. وبعدين كل النهايات بتاعتها نهايات سعيده. ايوه، عشان الناس تروح فرحانه ومبسوطه ومفيش حد فيهم جاحد. اللي بيروح بيرجع، كله بيرجع. وانا ناقصك انت كمان دلوقتي. كلنا ناقصين حاجات كتيره وقعت مننا في السكه واحنا مش دريانين. اغبياء. حلو قوي الجو اللي انت فيه ده، استمر انت بقى وانا اروح انام. هيجيلك نوم، جربتها قبلك وما نفعتش. مش فاهم ايه اللي مفكرك بيا ده. انت ليه ما حدش عايز يصدق ان انا تبت؟ والله العظيم تبت. ادي الموبايل. طب شدينا الكاميرا. يا والنبي انا مش عايز ارجع للسكه دي تاني، انا ما صدقت خلصت منها. ايه الروايح الحلوه اللي هنيني؟ شانيل نمبر 5. هو حلو وسخن بس ريحته غبية، عشان كده هتلاقي دايما صاحبته عصبية وخلقها ضيق. انت ايه حمار ما بتفهمش؟ قلت لك سودا بيشتغل. ايه ده؟ وانت بتعرفه من ريحتهم؟ من كتر اللي شمته في العيادة. عشان الخبرة دي تستاهل الكاس بتاعي. النبي كفاية المصايب اللي حصلت لي النهاردة. يا عبيد، ده ابتلاء. ابتلاء؟ اختبار للتوبة. اختبار للتوبة؟ النبي ارحمني، أنا بجد ما بقتش قادر على المصايب. إيه اللي بتجيبي ده؟ مصايب دي إيه ده؟ أيوه، هو ده الحل. يمسح لك كل اللي فات بأسديكة ويصفر لك العداد وتبدأ من جديد. يخرب بيوتك، العيال شايلين دولاب مخدرات في جيبي ويوم فرحي. لا بجد يخرب بيوتكم.
انت يعني انت قافش علشان هي سمعتك كلمتين يعني عشان ابنك يعني مطفش وهج يعني. ما هو برضو عنده حق. انت اصلا اب عاق. انت ضيعت فلوسك على الهكس. هكس هلس هبس هكس. الحكاية على الفلوس وبس. الولاعة دي غريبة أوي. ليه؟ بتولع من غير ما تلمس السيجار. بص ده نوع جديد ده ولا ايه؟ دي غريبة جدا. بص ها انت اللي بتهالك انها بعيدة. ده سكر ده ولا ايه؟ احنا ايه ده؟ سكري احنا سكرنا حاجة. انت شربت حاجة؟ يا عم دبرني انت، قول لي ازاي ابطل ستات؟ ما هو انا لازم ابطل ستات عشان التوبة تتقبل. اللي يبطل السجاير يبطل ستات. انت لما تشوف اي واحدة ست ايوه غمض عليك. وانا هبقى شفتها اغمض عليا ازاي؟ تتعمد ما تبصش ناحيتها. بص يمتها. يا عم اشوف واحده ست قدامي اروح بقى بصص الناحيه التانيه كده. شفتها برضه. هي اللي جات لك غلط يعني. المفروض تيجي من هنا انت تخش الناحيه التانيه. انت شبه عم حافظ بالملي. خلي بالك انا ايه ده؟ مين عم حافظ؟ انا في بتاع بقى محارمي هنا قوي من الصبح بتاع دي. الله ايه ده؟ مش عارف بس ريحتها حلوه قوي. دي بتاعت ايه؟ لازم نجربها. حلو. ايه الله يا بالنبي دي حلوه حلاوه ودماغ ايه دارت كده. هو ايه ده؟ تاخد ولا بلاش بتاع عظمه كبيره بقى يا عم كبيره. الله نديني في العشاء يا ابني. ايه ده؟ ايه نمل كتير قوي. ما تنضفوش النمل دي. تديني حته. اخاف عليك والله. اما هات حته خلال. هات حته. غمض عينيك واديني حته. طب خد دي. مرارة؟ مزة كده. ايه ده؟ ايه ده انت وشك عليه نمل كتير قوي. النمل اللي عندك جالي يا اخي. تاخد حتة تانية؟ لا معايا. خد حتة تانية. ودي بس عليها نمل كتير قوي برضه. عم ناديله. عم ناديله. حس الغالي بره. بس الغريب بره. بقول لك ايه؟ انا السرير. وانا هروح ابلغ بتوع النمل يجوا ياخدوا النمل. اتكل على الله. اما غريبه العب اتكل على الله. اتفضل يا دكتور.
اتفضل يا دكتور. من هنا يا دكتور اتفضل. انت تاني اللي كده العربيه وصلت. ها؟ العربيه وصلت. الف الف الحمد لله على السلامه. حلو كويس كويس تمام الحمد لله على سلامتها. الناس الغريبه يعني ما اعرفش يركب عربيته. ايه ده حاسب حاسب يا دكتور انت بتعمل ايه؟ بعمل ايه؟ طالع بعربيتي. عربيتك عربيتك ايه؟ دي عربيه الشنط يا دكتور. لبس لبس اللون بتاع ايه؟ عربيه الشنط عربيتك ايه؟ لبس بتاعت عمر. مال دي دارت ازاي؟ دوارت دي بيه. يا دكتور استنى عندك يا دكتور. في ايه؟ استنى في ايه؟ ايه يا دكتور حساب الباركينج يا دكتور. ترامادول مع السلامة يا دكتور. مع السلامة. في حفظ الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع السلامة. جر كاس لحد ما بقت ازايز والطوبة بتاعت اخوكي بقت في شنك وراحت مع اللي راحوا. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا عمي. انا كان مخي في لما وافقت ان هو يقعد معانا. انا طول عمري عارفه انه قص فساد وعارفه ان هو اللي هيبوظ عمر. يا مهدي بالراحه يا بيبي على نفسك شويه. مش كل حاجه تاخديها على اعصابك كده. ورقي كده حبتين. اورق هو انا القانون جالي من شويه الورق يا قالي. بص احنا نطمن على عمر الاول بعد كده حلها الف حلال. تاكل ايس كريم. ايس كريم يا برده؟ ايس كريم ايه يا برده؟ وبعدين فعلا في موضوع اخوك ده لحد دلوقتي ما جاش. اسمعي انا هبلغ عنه البوليس. غيابه ده مش طبيعي. بوليس ايه؟ بقول لك شربوا مع بعض ازايز ده غير الضرب اللي ضربوها مع بعض. يعني اخوك دلوقتي خلاص زمنه بقى مدمن. عايزه تسلميه؟ تقولي على اخوك مدمن؟ تقولي على الدكتور عمر مدمن؟ وانا مالي؟ ما تروحي تشطري على الديلر بتاعه. عندك حق. والله لا انا موريك يا عم. لا ايه ده؟ عم حافظ يا نهار اسود. يا عم حافظ يا عم حافظ بدل ما تقف جنب ابن اخوك وتساعده على التوبه بدل ما تديله كاس وتعمل فيها ابليس وتخلي الواد يجيب البلاوي السودا دي كلها وراه واحنا مش عارفين اخرتها ايه. البت الزبادي فتانه
كدابة. أنا ما قلتلهاش حاجة، أنت عايزة تخرب البيت. أنا بريء. بريء؟ افتح. بقولك افتح الباب يا عمي، افتح. مش فاتح. مش فاتح؟ يا نهار اسود. أنا هنا. أنت هنا؟ عمي افتح الباب، ولا ألف باب هيحجزني بيني وبينك لحد ما أعرف عملت إيه في الوقت. والمنادي وأخوك صغير نخة، ده دكتور قد الدنيا، ولو ما كانش له مزاج يشرب ما كانش شرب، أنا ما ضربتوش على إيده. وبعدين يعني هو أنا كنت في إيده؟ طب افتح الباب يا عمي، افتح الباب. مش فاتح. أيوه مش فاتح. أنا عارف لو الباب اتفتح هيحصل إيه، عشان كده عمي. يا كريم يا رب. ألف سلام عليك يا ابني حبيبي، طمني. أنت بخير؟ الحمد لله الحمد لله. بس دماغي قد كده يا تينا. يومين يومين يا عمر لا حس ولا خبر. ده أنا كنت هتجنن، ده أنا شوية شوية كنت هجيب منادي ينادي عليك في الشوارع. يومين حبيبتي. يومين يا عمر. خد يا أموري كوباية قهوة. إيه اللي حصل؟ خدي يا سلام. اشرب يا حبيبي. الف هنا وشفا، الف هنا وشفا. كنت عايزه ابلغ البوليس بس انا امنتك. عمر لا 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 لا، وشك مصفر ودبلان وخاسس وهدومك متبهدله. ايه اللي حصل لك؟ ايه اللي حصل لك يا حبيبي؟ احكي لي اللي حصل. ولا يتقال ولا يتحكي يا دينا. يعني ايه؟ انت رجعت للشقاوه تاني يا دكتور ولا ايه؟ اصبري بقى يا ست، خليه يحكي لنا الحكايه. احكي يا دكتور. خلاص يا ست خلاص والنبي. امشي يا بنت، امشي. احكي لنا يا عمر يا حبيبي، انت رجعت للشقاوه تاني؟ قصدي احكي لنا احكي لنا، عايزين نفهم عايزين نفهم. يعني يا تيدي انا نفسي مش فاهم ايه اللي حصل ولا فاهم اي حاجه. كل اللي فاكره الكاس وده والراجل ده. اهو اهو كلمه الحق اتقالت. يعني انا ما عنديش فكره عن اي حاجه ولا حتى اعرف كان فين. اي خدمه تانية يا ستي؟ وعيدك خلينا نطمن على حبيبي. انا قلبي كان حاسس، قلبي كان حاسس يا عمي. عملت فيه ايه؟ زن شطانك عمل فيه ايه؟ ما عملش حاجه، حتى اسال الشيطان. انا كنت قاعد في البار مع نفسي. ايوه لقيته هوب دخل عليا وحاله قرب. قلت اخفف عنه شويه، انا سيب بكاسين. قال لي لا الشرب حرام. بعد ما شرب الكاسين راح مطلع نقلة مخدرات من جيبه، شدينا فرع. النمل كتر كتر. خلصت. فرع شروم؟ شفتي؟ يعني كان ليا حق ما قلت لك بلاش تبلغ البوليس. صح صح صح، النمل والفرع. بعد كده بقى حصل ايه؟ حصل ايه؟ ما انا كان مغمى عليا، بس فوقوني فوقوني. اول ما فوقوني قلت اجري عشان الهويس اتفتح. قلت له اضرب يا عبد الهادي. عبد الهادي؟ اضرب يا عبد الهادي، خد قوت يا عبد الهادي. اضرب يا عبد الهادي. تبنا الى الله. اضرب يا عبد الهادي. تبنا الى الله. اضرب يا عبد الهادي. اهلا اهلا.